الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه البيوع. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتكلم عن آخر عقد من عقود التوثيقات، ألا وهو عقد الكفالة كما يظهر أمامكم على هذه اللوحة. ما هي الكفالة؟ الكفالة في اللغة تعني الضم. قال تعالى: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى نفسه والتزم برعايتها. هذا من الناحية اللغوية. أما الكفالة في الاصطلاح فقد عرفها العلماء بقولهم: هي التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي إلى صاحبه. يعني عندنا زيد وعندنا عمر. زيد أراد أن يشتري شاحنة من عمر، وأراد أن يدفع ثمن هذه الشاحنة بالتقسيط. فقال له عمر: أنا لا أعرفك جيدا، وقد لا تدفع ما عليك من الأقساط. هنا جاء بكر وقال: أنا أكفل لك زيدا. يعني إن لم يدفع زيد ما عليه من الأقساط فأنا أحضره لك لتأخذه إلى المحكمة وتلزمه بدفع الأقساط. هنا يلاحظ من هذا المثال أن بكرا التزم بإحضار زيد، أي بإحضار بدنه وذاته إلى عمر، وسبب الإحضار هو أن على زيد حقا لعمر وهو الأقساط. هذا المثال يوضح لنا الفرق بين الضمان والكفالة. فالضمان التزام بدين وليس التزام ببدن، والكفالة على العكس، هي التزام ببدن وليس بدين. يعني الكفالة أن يلتزم بإحضار البدن وليس بإحضار الدين. يعني بكر ملزم بإحضار زيد وليس ملزم بدفع الأقساط التي على زيد. هنا تصبع عندنا هذه الأركان، يصبع عندنا بكر كفيل وزيد مكفول عنه وعمر مكفول له وهذه الشاحنة مكفول به. ننتقل إلى اللوحة التالية لنتعرف على أركان الكفالة. فنقول: الكفالة أركانها كالآتي: عندنا كفيل، وفي مثالنا السابق الكفيل كان بكر ومكفول عنه، وفي مثالنا السابق كان زيد ومكفول له، وفي مثالنا السابق كان عمر ومكفول به، وفي مثالنا السابق كانت الشاحنة والصيغة، ولكل من هذه الأركان شروط. أما شرط الكفيل فيشترط في الكفيل ما يشترط في الضامن، يعني لابد أن يكون راضيا، فلا يجوز أن يكفل إنسان آخر بغير رضاه. مثلا أن يهدده شخص فيقول له: يجب أن تكفلني وإلا يعني أفعل فيك كذا وكذا وكذا، ويهدده يعني، فيذهب هذا الرجل يكفل بغير رضاه، فهذه الكفالة غير جائزة. الشرط الثاني أن يكون جائز التبرع، يعني أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. فكفالة الصبي مثلا، إذا كفل صبي إحضار شخص لآخر فهذه الكفالة لا تصح، لأن الكفيل هنا الصبي غير بالغ، فلا يعتبر كلامه ولا تعتبر تصرفاته في الإسلام. أما المكفول عنه، وفي مثالنا السابق كان زيد، فيشترط أن يكون راضيا، يعني لابد أن يكون المكفول عنه هذا راضيا بتلك الكفالة وواقع بإذنه. لماذا؟ لأنه إذا لم تقع بإذنه لم يلزمه الذهاب مع الكفيل ليسلم نفسه، وهذه مسألة مهمة جدا. فلابد أن يكون هذا المكفول عنه راضيا، ولابد أيضا من تعيين المكفول عنه. فمثلا لو قال شخصا
أنا أكفل أحد هذين الرجلين، فهذه الكفالة غير جائزة، فلا بد من معرفة المكفول عنه. من تعين تقول مثلا أكفل لك زيدا، هذه كفالة صحيحة. أما المكفول له يعني عمر في مثالنا السابق، فهذا لا يشترط رضاه، لأنه مستفيد في كل الأحوال فلا يشترط رضاه. أما المكفول به وهي الشاحنة التي كانت في مثال السابق، فيشترط العلماء أن يمكن استيفاؤه من الكفيل، يعني هذا الشيء المكفول يمكن استيفاؤه من الكفيل. ويعني العلماء يريدون بهذا الكلام كفالة مثلا من عليه حد من الحدود، فمثلا إنسان سرق أو ارتكب جريمة الزنا مثلا، فهذا عليه حد من الحدود، إما القطع وإما الرجم وإما الجلد، فلا يمكن أن يضمنه أن يكفله إنسان آخر، يقول أنا أكفل لكم هذا السارق مثلا، اتركوه يذهب وأنا أكفله لكم وأنا سأحضره لكم متى شئتم. طيب إذا لم يمكن إحضار هذا المجرم هذا السارق، هل نقطع يدك؟ فالجواب لا. فهنا لا يمكن للكفيل أن يكفل شيء لا يمكن استيفاؤه منه. طيب الشيء الركن الأخير وهي الصيغة، والصيغة أن يقول مثلا بكر أنا كافل لزيد، والتكفي يعني الصيغة من جانب واحد كما حال هو الحال في الضمان، فلا يجب وجود الإيجاب والقبول معا، بل يكفي قبول قول الكفيل فقط. إذا قال الكفيل كفلت فقد وقعت الكفالة، والكفالة حالها كحال جميع عقود المعاملات، يعني يرجع فيها إلى العرف، فكل صيغة تدل على الكفالة فهي صيغة جائزة. طيب آخر مسألة نقول تبرأ ذمة الكفيل بأحد 3 أشياء: أن يسلم المكفول، أو أن يسلم المكفول نفسه، أو أن يموت المكفول. في هذه الأحوال تبرأ ذمة الكفيل، يعني تبرأ ذمة بكر في مثالنا السابق. هذه هي الكفالة، وهذه أهم الأحكام المتعلقة بعقد الكفالة. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.